بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم سوالف الديرة. نلتقي معاكم وننطلق معكم دائما وأبدا عبر شاشة الجميع، تلفزيون الراي على الهواء مباشرة. حياكم الله كل من يشاهدنا ويتابعنا داخل الكويت وبرا الكويت، ويا هلا مرحبا فيكم جميعا. انطلق معاكم يعني مما لا شك فيه بأن المستشفيات الميدانية اللي أنشأتها وزارة الصحة بالتعاون مع العديد من الجهات اللي كان لها دور كبير في تقديم خدمات موازية خلال أزمة كورونا، هذا كان كله بهدف تقليل الضغط على المرافق الحكومية. طبعا ما يخفى عليكم بأن هذه المستشفيات يا جماعة، المستشفيات الميدانية تحديدا، بالتأكيد تتطلب لتجهيزات كبيرة، فما بالك إذا أول شيء والأساسي والمهم اللي هو التيار الكهربائي وإيصال التيار الكهربائي. طبعا إيصال التيار الكهربائي هو القادر على التحمل وتشغيل جميع هذه المعدات وجميع هذه الأجهزة الطبية بالتأكيد، لكن بالفعل يعني حقيقة ما قام به جميع المهندسين والعاملين في وزارة الكهرباء والماء، نشيد فيهم ونشيد بدورهم اللي حقيقة كان دور كبير ومحوري خلال هذه الأزمة. لعل يعني إيصال التيار الكهربائي هذا أو إيصال التيار الكهربائي أدى إلى فكرة أكبر وأشمل، وهو توسع مستشفى الكويت الميداني في أرض المعارض منطقة مشرف، لكن ما راح يكون هذا هو آخر الجهود اللي تقوم فيها وزارة الكهرباء. راح نتعرف أكثر إن شاء الله على جهودهم وعلى أفكارهم وعلى المستقبل اللي هم راسمينه، وبالتأكيد هم خططهم توضع على أرض الواقع من خلال الكهرباء الموجودة، الكهرباء المتوفرة اللي راح تتوفر. فالشباب يعني ووزارة الكهرباء تحديدا تحاول جاهدا بأن تتطور أو تطور كل خدماتها بما يخدم الوطن والمواطن والمقيم. فيسعدنا نلتقي مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف، وهو المشرف على مشروع تقوية التيار لمستشفى الكويت الميداني، المهندس نواف الفضلي. مهندس نواف حياك الله ويا هلا مرحبا فيك. الله يحييك اخوي راشد، قواكم الله وبارك الله فيكم وبجهودكم. وبداية يعني متى او نبي نتكلم على مشروع مستشفى الكويت الميداني ونعرف المشاهد على هذا المستشفى؟ بالبداية احيي السادة المتابعين. طبعا المستشفى الميداني، المستشفى الكويت الميداني، تم إنشاء بقرار مجلس الوزراء الموقر في بداية شهر يونيو. نعم. بإنشاء 7 أجنحة في أرض المعارض في مشرف. طيب. نعم. في هذا المشروع اللي تم إنشاء في هذه الفترة وما زال مستمر وموجود. ولله الحمد. طيب خلينا نتكلم على متى بدأ العمل في هذا المشروع؟ قلت لي من فبراير. يونيو عقين. طيب. وانتهى كامل يعني ما في توسعة أكبر وأكثر؟ ولا الحمد تم إنشاء عدد 7 أجنحة من قبل مؤسسة الكويت، مؤسسة البترول الكويتية. إيه؟ من قبل شركة كيبك. نعم. وبالتنسيق مع وزارة الصحة. شو اللي يتضمنها هالمشروع؟ يتضمن 7 أجنحة. بس 7 أجنحة؟ إي نعم. في طبعا سكن لل طاقم طبي. إيه؟ طاقم طبي وكذلك صيدلية وكذلك مبنى خدمات. طيب الحمولة، الحمولة أو قدرة تحمل المحولات الكهربائية إيش كثر اللي تم تركيبها؟ إيش كثر تتحمل؟ تم تركيب عدد 6 محولات تختلف قدرتها، يعني في عند في 4 محولات 1000 كي في اي، وعدد محولين 1250 كي في اي. وقطاع يعني شبكات التوزيع الكهربائية أيضا هنتكلم عنها، كان لها دور في هذا، في هذا الموضوع. طبعا بتوجيهات المعالي الوزير الدكتور خالد الفاضل، وكذلك توجيهات مهندس مطلق عتيبي الوكيل مساعد شبكات التوزيع. نعم. من يعني من بداية طلب التيار الكهربائي بدأنا بتوريد المعدات اللازمة وكذلك المحولات وإيصال التيار. كم عدد المواقع اللي تم تقويتها، تقوية تيارها؟ 7 مواقع فقط. 7 مواقع. هل ناويين تفتحون مواقع في المستقبل ثانية؟ والله حاليا يعني اللي وصلنا في مرحلة يعني اللي أقرها مجلس الوزراء يعني طلب في إيصال تيارة، هذا آخر مشروع وصل لنا. طيب حول هذا المشروع يعني ختام، شنو حاب تقول مهندس نواف؟ والله أشكر الأخوان في مؤسسة كيبك على تعاونهم على يعني تسهيل الصعاب لنا في الموقع. نعم. وكذلك بناء الغرف المحولات، ونشكر الأخوة في وزارة الصحة كذلك، وأشكر أخواني في وزارة الكهرباء والماء. بارك الله فيك وبارك الله بكل زملائك على جهدكم الواضح والجلي، وشكرا لكم.
على هذا الدور وتقومون فيه. شكرا مهندس نواف الفضلي على قبولك الدعوة اليوم والحديث في هذا الموضوع، ونتعرف على موضوع المشروع المستشفى الميداني الكويتي اللي في أرض المعارض. مستمرين معاكم إن شاء الله أحبابنا، لكن بعد الفاصل. حياكم الله. خلال أزمة كورونا اللي تعيشها الكويت وجميع دول العالم، يعني لعبت المبادرات التطوعية اللي قادها الشباب الكويتي دور مهم ورئيسي للأمانة، مساند لجهود الدولة للتصدي لانتشار هذا الفيروس في الكويت. من هذه المبادرات هو إطلاق البرنامج الوطني للإرشاد النفسي لكورونا، واللي يقدم الرعاية النفسية للمجتمع الكويتي خلال الظروف الاستثنائية اللي تمر فيها الدولة. راح اتعرف يعني على هذه المبادره بشكل اوسع، ويكون معنا ضيفنا نسعد بلقائه وهو عضو البرنامج الوطني للارشاد النفسي للكورونا، الدكتور جاسم محمد بن ناجي، طبيب مسجل في مستشفى الصحه النفسيه. دكتور جاسم، مساك الله بالخير وحياك الله. بالخير، شلونك؟ شلون صحتك؟ طيب ان شاء الله. الحمد لله بخير وصحه وسلامه. عساكم دوم صحة وسلامة. خلينا نتكلم أول شيء كمواطن وشعورك خلال هذه الأزمة وهذه الفترة الطويلة وبدأت الحياة تعود تدريجياً، كيف تعاملت مع هذه الأزمة؟ والله كانت الظروف وايد صعبة. نعم. حتى من ناحية النفسية أتوقع يعني الكل، ما في أحد بالعالم أصلاً مر بهالظروف هذه وما تأثر نفسياً. ولا في أحد توقعها بعد، ما في أحد توقعها دكتور. اي شيء جديد علينا، مو شيء، مو متعودين على هالظروف هذه، ما مرينا بشيء مثل هذا قبل. تاثيراته وايد على 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 على, على, على الانسان بشكل عام، نفسيته، حتى روتينه تغير، حياته تغيرت. صحيح. وايد تاثيرها كبير علينا. وكصاحب اختصاص شلون تعاملت في البيت؟ هل استغلوك بالأسئلة؟ استغلوك بالاستفادة؟ طبيعي. وطبعاً هم شعور الناس اللي حوالينك بعد، يعني كنت طبيب وقاعد داوم في المستشفى، الناس هم تخاف هي تتقرب منك على بنا، تخاف من العدوى، تخاف. صحيح. فالوضع كان وايد جداً جداً صعب. نفسياً شلون قدرت تتعامل مع نفسك دكتور؟ يعني بحيث أنك أنت تكون بعيد عن الأهل وفي الصفوف الأولى وهذه الأزمة، يعني شعورك يختلف عن شعور أي شخص آخر بالتأكيد. كوني أنا متخصص في 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 الطب النفسي، يعني في بعض النصائح اللي إحنا يعني حتى نطبقها على نفسنا. يعني هذه الفترة، فترة كورونا، نعم، هي سيئة، ولكن يعني هم فيها إيجابيات ثانية. مثلاً قبل كنت أنت مثلاً داوم، كنت أنت ما عندك وقت انك تمارس اشياء ثانيه بحياتك. إيه؟ الان يعني في الانسان كان ممكن يستفيد من هالفتره هذه، خصوصا انه في حجر، كان ممكن انه يشوف اشياء او هوايات او اي شيء انه يطور نفسه فيها. كذلك لازم انت هالفتره هذه عشان تتغلب على 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 الضغوطات اللي قاعد تمر فيها، انك انت تحافظ على اكلك بشكل صحي، نومك يكون منتظم، تحاول انك انت تمارس الرياضه بشكل حتى لو بسيط داخل البيت. نعم. مو مطلوب من الناس انهم يعني ساعه ولا ساعتين، المطلوب بس 10 دقائق بس عشان تقدر انك انت تساعد على نفسيتك. جميل. خلينا ننطلق معاك الان دكتورنا على موضوع وهذا الفريق، فريق كورونا كير. شنو، متى كانت بدايته؟ بدايه كورونا كير كانت مع الجائحه. طبعا لو بنشوف تاريخيا الأوبئة في العالم، معروف ان في فتره الأوبئة او ما بعد الأوبئة الانسان يمر في ظروف نفسيه كانها جائحه ثانيه من الاضطرابات النفسيه والاعراض النفسيه. فبناء على هذا، عشان كذي احنا فكرنا ان احنا نسوي فريق تطوعي. هذا الفريق التطوعي خلي الناس
تقدر ان هي تراجع او ان هي تتواصل مع الاخصائيين النفسيين بشكل مباشر عن طريق التواصل الاجتماعي او الانترنت، بحيث ان احنا نقدر نقدم الخدمات النفسيه بشكل يسير وسهل لهم. جميل. عدد افراد الفريق تفضل. تقريبا عدد العدد هو تقريبا 950 متطوع، من اداريين، من اطباء نفسيين، من معالجين نفسيين. يعني هذا 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 950 ما شاء الله، 950 متطوع. يعني مجرد انكم انتم طرحتوا الفكره فلقيتوا على طول اصحاب الاختصاص ينضمون لكم في هذا الفريق. نعم، شيء طيب. وكلهم يعني اصحاب اختصاص واصحاب علم، غالبيتهم من اصحاب الاختصاص، وبالذات التخصص الطب النفسي، من معالجين نفسيين واطباء، وكذلك اللي هو الكوادر الاداريه، وكذلك المبرمجين عشان موضوع الويب سايت اذا كان يحتاج اي تعديل، متواجدين كذلك. طيب، وهذا بالمجان يقدم دكتور؟ طبعا خدماتنا كلها تقدم بالمجان دون اي مقابل مادي، ما في اي مقابل مادي، بس انك عليك انك انت تدخل الويب سايت وتقدم وتطلب الاستشارة. ولمتى مستمرين او مستمر هذا الفريق؟ يعني اتوقع هو ما في وقت معين لانتهاء الفريق هذا، بس كون ان احنا لازلنا في هذه الجائحة واثارها راح تكون موجودة الان وما بعد، فوجودنا الى ان يعني نشعر ان احنا ما لنا دور بعد. لا، دائما اكيد ما نستغني عنكم، دوركم بالتاكيد بكل الاوقات، يعني ناهيك عن هذه الازمه اللي كونت فرق متعوده وفرق متنوعه وفرق عديده الامانه، غير الفرق المتعوده اساسا على العمل التطوعي، وانتم اعتقد ان فريق جديد في الجانب التطوعي يضم هذا العدد الكبير، عدل دكتور؟ يعني ما انضميتوا قبل هالمره مع بعض؟ مو طبعا هو مو بهالصوره هذه الكبيره، لكن طبعا انا احنا انشطه ثانيه، بس بهالصوره هذه لان احنا شفنا ان احنا في مس الحاجه لهذا الشيء، وهذا مو هذا الشيء مو بس موجود في 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 دوله الكويت، العالم كله بسبب كورونا والتاثيرات النفسيه بسبب كورونا. نعم. خلتنا ان احنا شفنا لازم انك انت تسوي، لازم تتواصل مع الناس. احنا ككويت يعني متعودين على العمل التطوعي، فما بالك في هذه الازمه يعني انشات واوجدت فرق تطوعيه متنوعه وعديده، يمكن يكون سابقين غيرنا في العمل التطوعي. يعني وكان اليوم مثل حضرتك تعرف بأن اليوم العمل التطوعي هو علم يدرس وليس مبادرات فقط. نعم. فاليوم رتبتوا الآلية في هذا العدد الكبير، يعني هناك في آلية لكم لهذه الفرق، قسمتوا نفسكم إلى فرق إلى طبيعي. إيه طبعا هو عشان أنت تحصل على خدماتنا لازم تدخل الموقع اللي هو الإنترنت اللي هو كورونا كير kw.com اللي هو البرنامج الوطني للإرشاد النفسي. نعم. بالموقع راح تلقى احنا مسوين فيديوهات تقريبا 19 فيديو يتكلم عن الصحة النفسية وشلون انت تاخذ يعني مثل نصائح شلون انك انت تتعامل مع الأعراض النفسية التي تجيك في فترة كورونا. نعم. وبعدين اذا شفت انت محتاج انك انت تقدم حق تطلب انك تشوف مرشد نفسي او طبيب نفسي او معالج نفسي، تقوم انك انت تدخل وتقدم، وبعد ما تقدم راح يكون في مثل مقاييس، احنا نقيس المقاييس هذه عبارة عن اسئلة، وهذه المقاييس معتمدة من منظمة الصحة العالمية اللي هي WHO. نعم. انت تاخذ التست او تاخذ المقياس هذا وتقدمه، وبناء على هالمقياس احنا نقرر شنو انسب مكان ممكن احنا نوجهك اليه. اذا انت تحتاج انك انت تشوف مرشد نفسي او معالج نفسي او طبيب نفسي، راح نتواصل معك ونحدد لك موعد مع الطبيب النفسي في وقت معين. نعم. ونتواصل معك ويشوفك الطبيب النفسي. الطبيب ايضا اللي راح
يتعامل مع هذا الإنسان، مع هذا الشخص، عن طريق أيضا الأجهزة، عن طريق التليفون مثل ما إحنا قاعد نلتقي معاك الآن، أم موعد في العيادة وغيره؟ لا، هو عن طريق الزوم. تلي هيلث يسمونه. نعم. اللي هو التواصل عن طريق الإنترنت حق كأن عيادة فيرتشوال أو. جميل. عيادة يعني ما في يزوره بالعياده او ياخذ الموعد بالعياده وغيره. اذا ردت الحياه طبيعيه راح تستمرون على نفس هذا الامر؟ اعتقد يمكن في ضغط كبير عليكم اليوم دكتور. نوعا ما في 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 ضغط نوعا ما. قاعد نشوف ناس واشخاص كثيرين يعانون من 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 اعراض نفسيه واضطراب نفسي، واحنا نحاول نوجههم ونعطيهم طرق لكي ان يتغلبون على على هذه الاعراض او على. جميل. يعني احنا باكر ما نبي، يعني ان شاء الله احنا نبي ان شاء الله الحياه ترد طبيعيه والناس كلها تروح الى مراكز عملها وغيره وكذا، لكن يعني هذا الفريق ما يتفكك يعني او يقل عدده، يعني يستمر على نفس العطاء. ان شاء الله باذن الله. منو الفئات المستهدفه دكتور؟ الفئات المستهدفه طبعا جميع 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 افراد المجتمع يقدرون يقدمون على 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 خدماتنا، بس احنا اكثر شيء نحاول ان احنا نهتم اكثر بالناس اللي اكثر متاثرين في في جائحه كورونا. منها اول شيء اللي هو الصفوف الاولى. نعم. اللي هم يتعرضون لضغوط نفسيه كبيره جدا جدا. زائد عندنا الاشخاص المصابين بالفيروس، كذلك اهاليهم، عوائلهم اللي قد يصابون بالاضطراب، كذلك اللي موجودين في المحاجر، في المحاجر اللي يصاب بفيروس كورونا وقاعد يحس انه هو نفسيته تعبانه، يعاني من اعراض نفسيه، يحتاج مساعدتنا، احنا راح نكون متواجدين. طيب دكتور، هل فعلا من تلقى العلاج عن طريق هذه البرامج وليس عن الجلوس المباشر اليوم اختلف الوضع في ظل هذه الظروف؟ هل فعلا يجد الاستفادة اللي مثل ما يجد هذه الاستفادة لما يجلس مع الطبيب المعالج في العيادة؟ هذا واحد. اثنين، الناس اللي تعاملتوا معاهم هل فعلا تم علاجهم؟ هل لديهم الرضا الكافي؟ هل ارتفعت الإيجابية عندهم؟ بعد الفاصل راح أتكلم معاك على أمثلة حضرتك تطرحها إن شاء الله من أرض الواقع. مستمرين معاكم بعد الفاصل. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم، وايضا نرحب بضيفنا الطبيب المسجل بمستشفى الصحه النفسيه الدكتور جاسم محمد بن ناجي. مساك الله خير مره ثانيه دكتور. هلا والله، هلا فيك دكتور. قبل الفاصل تكلمنا على الحالات اللي فعلا تم علاجها، وهل عندك امثله ان فعلا هناك ناس تطورت الحاله الصحيه عندهم الى الافضل، نسبه الايجابيه ارتفعت عندهم؟ طبعا طبيعه الحال. طبعا احنا اللي نسويه بالضبط في 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 سيشن او بال بال بالعلاج هو طبعا علاج هو الحوار او الجلسات النفسيه اللي هو السايكوثيرابي. نعلم الناس شلون ان هم يغيرون طريقه تفكيرهم بحيث انه ينظرون للاشياء بطريقه ايجابيه اكثر، بحيث انه اذا جاتهم افكار سلبيه شلون يتعاملون معها. فمع مع 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 الوقت لما ياخذ هذه المهاره بحيث انه هو يتعلم هالطريقه هذه، يستطيع هو من نفسه يصير طبيب نفسي، بحيث انه هو من يحس انه عنده افكار سلبيه يبتدي يستخدم المهاره هذه بحيث انه هي يتخلص من الافكار. زائد اضافه لذلك هناك في اشياء اساسيه لازم هو يتعلمها، خصوصا وقت الجائحه. طبعا لان الاشخاص اللي وقت الجائحه يكونون تحت الضغط النفسي بسبب الجائحه، تلقى نومهم يتلخبط، الاكل عندهم تلقاه مو صحي، دائما ما يقدر يمارس الرياضه بشكل طبيعي، دائما عنده توتر، دائما خايف، دائما يحاتي انه يتواصل مع احد، حتى من اقرب الناس له يخاف انه هو يقرب منه عشان يخاف انه يتعادل.
احنا نعطيهم النصائح هذه بحيث ان هم يطبقونها في حياتهم، راح تاثر تاثير كبير عليهم، راح تخليهم يتاقلمون مع الوضع بشكل اكبر. طيب دكتور، في اي مرحله تنصح بان الانسان يلجا الى المعالج النفسي؟ في اي مرحله من مراحل التاثر؟ طبعا دائما احنا اذا انت تقدر، اذا تحتاج استشاره ما في اي وقت تقدر تروح، حتى لو انك انت ما تعاني معاناه كبيره، بس دائما احنا بالطب النفسي او كطبيب نفسي دائما ننظر الى قدرتك على ممارسه حياتك بشكل طبيعي، يعني ادائك في وظيفتك، ادائك او تواصلك مع الناس، ممارسه حياتك الاجتماعيه بشكل طبيعي. كل الامور هذه تسكرت دكتور، يعني كل الامور هذه فتره 8 شهور تسكرت كلها؟ تسكرت، بس احنا هم نعلم الناس ان اذا انت ما تقدر تتواصل عن طريق التواصل المباشر، تقدر تتواصل مع الناس عن طريق الفيديو كولز مثلا. هذا يفيد دكتور؟ ينفع؟ طبعا هذا نوع من التواصل الاجتماعي. احنا الان في هالفتره هذه محتاجين التواصل الاجتماعي، لكن بطريقه مختلفه، مو شرط انك تقعد مع شخص يعني فيس تو فيس، وجها لوجه. نعم. ممكن تستخدم الفيديو كول، زوم، الاشياء هذه اللي هو الميديا اللي متوفره، ممكن احنا عن طريق التليفون، الاتصال الهاتفي، هذا دائما يخلي التواصل الاجتماعي دائما موجود. ونفس ما قلت لك، احنا دائما لما نقول الواحد يحتاج علاج نفسي، اذا شفنا انه هو قدراته على ممارسه حياته بشكل طبيعي بدات تتاثر. جميل. وفي ناس وفي حالات يعني تعاملتوا معاهم الحمد لله يعني تحسنت الحاله عندهم؟ طبعا طبيعي. طيب تفضل. تفضل. ايه دكتور، منو اكثر تاثر، يعني المراه ام الرجل؟ هذا ما في دراسات الحين تقدر، يعني خصوصا كورونا كير تبين منو تاثر اكثر، ما في شيء مبين يعني لحد الان، بس احنا بشكل عام لما نتكلم بشكل عام، سواء مراه او رجل، كل له دوره. طيب وبالنسبه للاعمار دكتور، هل هم المتاثرين اكثر شيء فوق سن الأربعين، تحت سن الأربعين الشباب؟ يعني كلهم شباب بالتاكيد عشان لا يزعلون علينا، لكن اقصد انه في هذا السن ام فتره الشباب اللي 18 المراهقه 19، من اكثر تاثرا؟ طبعا اكثر ناس متاثره، طبعا مو على السن، هي احنا نقيسها على مدى انك انت معرض للعدوى ولا لا. طبعا اكثر ناس متاثرين نفسيا هم الصفوف الاولى كطبيعي، يعني لان هم معرضين ل، طبعا ساعات العمل عندهم زادت، صحيح. الراحه الان ما يقدر ياخذ اجازه مثل اي صحيح. شخص اخر، صحيح. فمضطر انه هو يشتغل بساعات عمل اكبر، معرض للعدوى، ممكن انه يصاب العدوى في اي وقت، معرض انه هو يروح البيت مثلا ويعادي احد من 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 ابناء اسره اهل ابناء، لازم يعزل نفسه، هذه شغله ثاني شيء شعوره كذلك انه هو اصبح الحين هو في وجه الوباء، اصبح انه كانه وحيد في وجه الظروف، خلته يصير بهالموقف هذا، كانك انت جندي في حرب، انت داخل على 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 حرب مع عدو، وانت ما عندك يعني الوسائل اللي عندك اياها قليله عشان تواجه. فالاكثر ناس، الفئات اللي متاثره وايد من الاضطرابات النفسيه، هم الصفوف الاولى. بعدين ننتقل للمرحله الثانيه، او هم نفس 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 المستوى، هم اللي مصاب بالفيروس. الشخص المصاب بالفيروس راح يحس انه يعني وكانه قاعد يصارع المرض وما يدري شنو ممكن يصير فيه، فهو معرض للقلق، نعم، معرض للاكتئاب، معرض لاضطراب ما بعد الصدمه. طبعا خصوصا اذا كانت بعد، يعني انت تتخيل معي واحد كان في العنايه المركزه، صحيح، وخلنا نفترض انه هو شفى منه، المنظر او صورته هو في العنايه المركزه شلون راح تكون؟ ممكن تجي له احلام باللي قاعد يشوفها.
كان هو قاعد يصارع، يعني قاعد يصارع خلينا نقول الموت او يصارع المرض. فهذا يعني هو اكثر هذه الفئه هذه من 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 الاشخاص وهم الاكثر عرضه للاضطرابات النفسيه. نعم دكتور، كم عدد اللي تفاعلوا معاكم حتى اللحظه هذه؟ يعني هل عندكم احصائيه، عندكم رقم؟ تقريبا اللي متواصلين معنا 70,000 زائر للمنصه او الموقع. نعم. الجلسات تقريبا ما قرابه 11 جلسه في اليوم، 11 جلسه في اليوم مع المرشدين والاطباء النفسيين والمعالجين النفسيين. وطرق العلاج اللي تستخدم؟ طبعا طرق العلاج اللي نستخدم هو العلاج بالحوار او العلاج اللي هو السايكوثيرابي نفس ما قلت لك. نعم. ومبادئ العلاج السلوكي المعرفي احنا دائما يعني نستخدمها حتى في العلاج النفسي، كذلك بعض النصائح اللي ممكن الناس تستفيد منها بالنسبه يعني نصائح متعلقه بالنوم، نصائح متعلقه بالتواصل الاجتماعي، نصائح متعلقه بممارسه الهوايات، نصائح متعلقه بالاسترخاء اللي هو المديتيشن، ويعني هذا بشكل عام. واذا واجهتنا اي يعني اذا شفنا اي شخص عنده مثلا يعني كآبه او شيء، ممكن احنا نعلمه السكيلز اللي هو شلون يتخلص من هذه الافكار او من هذه الكآبه. جميل. عاده يعني كم تستغرق فتره العلاج دكتور؟ طبعا على حسب الحاله، يعني خلينا نقول من 4 إلى 6 جلسات تقريبا، وعلى حسب الحاله شنو هي محتاجه. يعني هل يحق له يطلب مثلا الشخص بالاسم، ولا انتم حضرتكم بينكم جدول وتوزعون الاشخاص اللي حابين يتلقون مثل هذه الارشادات؟ ما اعتقد انها بالاسم، لان يعني طبعا اذا انت شفت المريض او شفت الشخص اللي هو قاعد يعاني او قاعد طالب ارشادات نفسيه، مساعد الارشادات النفسيه، تشوفه بالسيشن، تعطي السيشن مدته تقريبا ما قرابه الساعه او 45 دقيقه. السيشن اللي بعده تتفق معاه انه هو يتواصل مع اللي هو الباك اوفيس مال الموقع انه يحطوا له موعد جديد بعد اسبوع. فكل اسبوع راح يكون عنده سيشن الى ما لما انت وياه تتفقون ان خلاص الان انت بحاجه حق الارشادات هذه، وانت الان عندك المهاره انك انت تمارس حياتك، وفي بعدين اذا احتجت ممكن ترجع لنا مره. فوجدتوا يعني كل جديه، كل من تواصل معاكم جادين في الموضوع؟ الغالبيه طبعا جادين بالموضوع وقاعد يتواصلون معنا اسبوعيا تقريبا. نعم. يعني في ناس ما كملت المشوار؟ في ناس طبعا هذا يصير، ان في بعض الناس ما تكمل، تشوف انها هي مو محتاجه، وفي ناس لا اسبوعيا تلقاه متواجد ونسوي معاه السيشن او نسوي معاه الجلسه. نعم. ويخلي يطلب جلسه ثانيه بعد الاسبوع اللي بعده. واضح. قواكم الله دكتور جاسم ومشكور ما قصرت. اذا حاب تقول شيء بالختام. طبعا النصيحه اللي انصحها حق الكل، يعني اذا انت تشعر انك انت تعاني من اي اضطراب نفسي او اعراض نفسيه، انك انت ما تتردد انك تزور الطبيب النفسي او تتواصل معنا. هذا ما يقلل من قيمتك، لا يقلل من انك انت تعتبر شخصيتك ضعيفه او تعاني من اي مشاكل ثانيه، هذا لا يعني هالشيء، ولا يعني انك انت مو ملتزم دينيا. كل انسان معرض لهذه الاضطرابات ولهذه الاعراض، خصوصا احنا قاعد نمر الان في ظروف استثنائيه ما حد مر فيها، يعني ما مرينا فيها من قبل. فارجو انك انت ما تتردد انك تتواصل معنا او مع المعالج. واضح. دكتور جاسم محمد، شكرا لك. دكتور جاسم محمد بن ناجي، الطبيب المسجل في مستشفى الصحه النفسيه، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك وجهودك وكل من هم منضمين معاكم في هذا العمل التطوعي. شكرا جزيلا لكم. مستمرين معاكم ان شاء الله بعد الفاصل.
حياكم الله. بما احنا قاعد نتكلم على موضوع المبادرات والبرامج التوعويه اللي يقوم فيها ابناء هذا الوطن خلال ازمه كورونا، الحين راح نتكلم معاكم عن برنامج يهتم بالجانب التربوي والتعليمي للاطفال اللي يقدمه مدرب منتخب الكويت للكاراتيه الموحد والتقليدي الاستاذ والكابتن هيثم السلامي. كابتن هيثم حياك الله ويا اهلا مرحبا فيك. الله يحييك ويبجيك مذيعنا المتألق وتركي. قواك الله ويعطيكم العافية. وهذه الأزمة فعلا يعني أظهرت أناس كثر ولا غريبة عليهم في تقديم أي شيء يستطيعون أن يقدمونه للوطن والمواطن والمقيم، فأنتوا جزء لا يتجزأ بالتأكيد من هذه المبادرات الجميلة، فبدي نتعرف على هذه المبادرة. الله يسلمك. بلا شك الله يسلمك. الوطن يحتاج المبادرات والناس اللي تبدي أي شيء عندها في ظل هذه الأزمة اللي إن شاء الله تعدي على خير. أنا الله يسلمك عملت برنامج قبل 5 سنوات يهتم في السلوك والأمور الاجتماعية، بحيث أني كمدرب لابد أن تكون عندي بعض المهارات اللي أتعامل فيها مع لاعبين. ففكرت برنامج وسميته برنامج الدهلة، أشتغل عليه من 5 سنوات وإلى اليوم أنا مستمر فيه. جميل. وأسست هذه اللجنة اللي هي لجنة الكاراتيه الموحد والتقليدي بالكويت عندنا. هذه الله يسلمك اللجنة منبثقة من اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ مبارك فيصل نواف الصباح. نعم. جزاه الله خير مشكورا. ساعدنا في تأسيس هذه اللجنة وينوب عنا الكابتن أحمد الطيفي. جميل. شو النتائج اللي ترتب على يعني إذا بتكلم على هذا البرنامج اللي سويته، وفي المقابل هناك نتائج يعني ترتبت على الرياضة بشكل عام، وقف الأنشطة، وخصوصا احنا اليوم نتكلم على موضوع الكاراتيه في أزمة الكورونا. نعم. هو أمانة البرنامج هذا يهتم في 4 محاور: كيف انه يكون الشخص مفكر وقيادي وصاحب قرار ومنتج. فهذه 4 محاور هي اللي يدور حولها البرنامج، ونحاول نغرسها أو نصغلها في اللاعبين أو المنتسبين هذا البرنامج. طبعاً هذا البرنامج مفيد حتى في وقت اللي هو الحظر والأزمات، ساعدنا في التواصل مع لاعبيننا وإن نشغلهم. نعم. اللي هو في وقت الأزمة. تواصلت معهم بالأزمة أستاذ هيثم؟ كابتن هيثم تواصلت معهم بالأزمة؟ احنا مو بس تواصلنا معاهم الله يسلمك، انا والكابتن احمد الخليفي ومجموعه كبيره من اتحاد الكاراتيه الموحد والتقليدي عملنا بطولات اونلاين. ما شاء الله. نعم. هذه البطولات الاونلاين احنا ما نحتاج لا ملعب ولا اي تكاليف نهائيا. نعم. مجرد ان الشخص نطلب منه بعض التمارين وهو. نعم. يبدي قدراته، وبالنهايه احنا نعمل لجنة تصفيات أو كحكام نشوف منه اللي عنده مهارات أعلى ولياقة أكبر. نعم. فيرتب عليه اللي هم مراكز الفوز من الأول للثاني للثالث. تشجعونهم يعني هذا الأمر، ووجدتوا تفاعل منهم وتفاعلين وياكم ويشاركون؟ نعم صحيح، في تفاعل جدا كبير وخصوصا من أولياء الأمور. حضرتك عارف أيام الحجر. نعم. الناس ما كانت تطلع ولا تسوي. صحيح. أي شيء للأسف، ولكن احنا كنا مستمرين وعملنا بطولات، وبطولات اصلا دوليه على مستوى دولي. طيب خلنا في شبابنا استاذ كابتن هيثم، شلون سلمتوا؟ نعم. الجائزه يعني حظر كورونا. نعم. الجوائز الله يسلمك هي عباره عن مبالغ ماليه ترسل عن طريق روابط ممتاز حلو للفائز. نعم. الاول والثاني. جزاكم الله خير. وهذا تحت ظل الاتحاد، تحت ظل الرياضه الكويتيه، ولا هي مبادره منكم انتم؟ لا، هذه مبادرة منا. في شغلات من اللجنة الأولمبية ومن لجنة الكاراتيه الموحد والتقليدي. جميل. الأمانة الشيخ مبارك ما قصر معنا نهائيا. بارك الله فيكم. أيضا عندك بتكلم عن البرنامج الخاص اللي تعتمد عليه في تدريبك، باخذ فكرة عن هذا البرنامج. هذا البرنامج الله يسلمك اللي كلمتك عنه بالبداية، هذا البرنامج اللي سويته قبل 5 سنين اسمه برنامج الدهلة. هذا البرنامج مثل ما قلت يهتم. نعم. في 4 أمور اللي هي كيف إنه يكون مفكر وقيادي وصاحب قرار ومنتج. هذه 4 محاور إذا اجتمعت في أي لاعب أو في أي شخص
لابد ان سلوكه يكون سوي ويكون يعني على الاقل في نسبه نجاح ولو 60% سواء وسهل يعني تجتمع كابتن معي. سهل تجتمع في شخص هالمحاور الاربعه؟ والله شوف هو كل شخص وعلى حسب شغله على نفسه. نعم. يعني في ناس مثل ما قالوا يعني كل شخص وقدراته، في ناس ما تداوم على هذا الشيء، في ناس يكون في منها غصور بسبب ظروف معينة أو لكن الشخص اللي يلتزم في هذه المحاور هل ممكن أنه يصل إلى هذه النقاط أو هذه الهدف؟ والله هو يصل يصل، وأنا مجربها للأمانة مثل ما قلت لك من 5 سنوات قاعد أشتغل عليها. نعم. وكل سنة قاعد أطور فيها والله الحمد في نتائج جدا جيدة. هل فكرت بنشرة كابتن؟ والله أنا يعني فكرت في نشرة وإني أطلع من إطار النوادي إلى المدارس حتى الكل يستفيد، لأن مثل ما حضرتك عارف الفترة الجاية إحنا راح نركز على الأونلاين أكثر، تعليم عن بعد. نعم أو غيره، ولكن للأسف أنا من خلال برنامجكم عندي عتب كبير على وزارة التربية. نعم. ما أبدأ التعاون يعني المرجو أو اللي كنت أتوقعه. يعني هل هذا البرنامج راح يفيدهم خصوصا بعد أو خلال هذه الأزمة، وأيضا ما نسمع بأن هناك التعليم عن بعد، هل هذا البرنامج مفيد لأي فئة عمرية تحديدا؟ هذا البرنامج أستاذ الكريم مفيد جدا، أولا من عمر 5 سنوات يبلش إلى سن المراهقة، وأنا حاط العمر أكبر بس أكتفي بسن المراهقة. طبعا في شكر لابد اني اوجهه من الناس اللي فتحوا لي بابهم والتقوا معي، حتى وفي ظل ان الموظفين مش موجودين بالشكل الكامل بسبب مشكله الكورونا. نعم. في الاستاذ اللي هو سند المطيري مدير التعليم الخاص جزاه الله خير استقبلني وابدا تعاونه، وكان يعطي حلول ويعطي افكار ويحاول يساعد ويبتكر معي. يعني أمانة هذا الشخص الوحيد اللي شفته متعاون معه. يعني هذا البرنامج يحتاج إلى منهج أم يحتاج إلى قرار بإدخاله في هذه الفصول بالتعلم عن بعد، بأنه يكون لك يعني حصة مخصصة أو شلون بالضبط؟ هذا البرنامج الله يسلمك هو خالص ما يبي له لا منهج ولا شيء. زين. كيف تطبيقه؟ نعم يطبق عن طريق شغلتين. نعم. إما ورقية أو إلكترونية. أنا عملت ورقية، عملتها متعمد. ليش؟ لأن أي مشروع تبي تبدي فيه لابد أنك تنظر إلى شغلتين اللي هو موضوع الريسك المخاطر. صحيح. إذا ما كان يضر في السمعة وما يضر في المادة أبلش فيه، وأنا عشان أساس هالسبب هذا عملته ورقي أساس. نعم. الناس تقدر تجربه وتشوف النتائج المرجوة منه. جميل. والثاني؟ الإلكتروني بعد ما يطبق الورقي وينجح. نعم. حتى ما نستنزف المال ونهدر الوقت والطاقات والجهود، بعدها نشتغل على الإلكتروني مجرد ما الورقي يثبت نجاحه. طبعا أنا عملت هذه الشغلة لأني واثق في الشيء هذا، أنا مو من اليوم وامس قاعد أشتغل فيه، صار لي 5 سنين يعني من 5 سنين وفي ما يثبت وفي ما يوثق هذا الشيء. بالإضافة أنا ما أعتمد على نفسي بس أني أمشي في هذا البرنامج، في ناس مربيين فاضلين، في دكاترة اجتماعيين ونفسيين كلهم ساعدوني في صقل هذا البرنامج. طيب هذا البرنامج يستطيع أي إنسان أن يطبقه ويوصله لطلبتنا، ولا لازم حضرتك أنت تخضع هذا المعلم وغيره إلى هذا البرنامج وتعرف على البرنامج ومن ثم ينطلق في تعليمه؟ بالضبط مثل ما تفضلت، مجرد ما المعلم أو حتى ولي الأمر يأخذ أساسيات هذا البرنامج، والبرنامج تطبيقه جدا سهل، راح ينطلق معاهم ويشوف شوي شوي النتائج اللي هو وده فيها. نعم. أنت استمر في مطالبة وزارة التربية، واعتقد الآن هما في هذه الأزمة مع باقي كل الوزارات، لكن مثل ما حضرتك تكلمت عن هذا البرنامج وأهدافه السامية ونتائجه المرجوة والسريعة، فأعتقد بالتأكيد الكل يبي يستفيد من هذا البرنامج، فاستمراريتك في الطلب أو في الإلحاح مع وزارة التربية أعتقد أنه ممكن أن يرى النور قريبا. يعني بإذن الله أنا أتمنى أن صوتي يوصل
للوزارة ويفتحون الأبواب لهذا البرنامج، خصوصا أن بداية هو غير مكلف. نعم، شكرا لك كابتن هيثم السلامي، إذا حاب تقول شيء بالختام. والله في الختام أنا أشكرك وأشكر قناتكم الموقرة اللي دائما تسلط الضوء على المواضيع هذه اللي تهمنا وتهم المجتمع. الله يحفظك وشكرا جزيلا لك. شكرا لك، ووصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا المساء، نلقاكم على خير بإذن الله. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل سوالف الديرة على تلفزيون الراي على الهواء مباشرة. كنت معكم راشد الهلفي، إلى اللقاء.